الحمد لله كنشكر اللاعبين اللي قدموا واحد المجهود كبير هذه السنه هذه يستحقوا ذلك. تنبغيو نشكروا جميع اللي ساهم في هذا الصعود هذا، كنبغيو نشكروا الجماهير اللي حضرات، تنبغيو نشكروا هاد اللاعبين الشباب اللي عندهم مستقبل مع الاتحاد الترولوجي. الحمد لله كان صعود مستحق. وحنا يا راه من الاول العام وحنا كنخدموا وكان كلشي كيدير المجهود ديالو هذا، والحمد لله ربي راه وفقنا وهذا ورحنا طلعنا بالجهد ديالنا. اي جون اون في بوكو ديفور بوندون لاني. Je pense que la place numéro 2, on l'a mérité parce que sur cette journée, on est 5 fois premier, tout le reste deuxième, donc je pense que c'est une place méritée. Alors on est monté deux journées avant, c'est vraiment un travail d'abouti, c'est bien d'abouti. عام ديال الخدمة ما ساهلاش، كيكونوا فترات كيكونوا صعاب، المجموعة وفترات كيكونوا زوينين، حنا الهدف ديالنا أننا نحققوا هذا الصعود، نفرحوا الجمهور، نفرحوا الرؤساء ديالنا، نفرحوا اللاعبين ونفرحوا راسنا. هيد من عليها تقريبا عام تبارك الله.